يلا واوسم وتتلق راسك تلمكسي اللي معلم راه عاكي يشم الموتور كيعرف الديفو فين كاين جبد عستي لو حطو على الكارباتور تايق بالطوموبيل فين الديفو وتلق راسك تكتبرك 300 عام تما با المعلم راه ملي كان شم ريحه ليسانس والمازوت ولا 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 وكيف بانوا لي شي حوايج ما فيها شكل وسامه شات البساله ما حشمتيش ريتا وين كنتي تاش درتي باش قلت لوالدي انا غير مع الدوخه ديال ليسانس المعلم وكيتسحب لي راسي واش كنحلم كتحلم الدليلي عادي يشوفها الواحد في الحلم شنو بتقولوا ما كثير عم بفهم عليكم برك يا ريتا بترجم لي شوي انت اللي بشوي بشوي يا اختي هذه راه السيده رزان لا 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 مش سيده انا انسه رزان من بيروت مديره مركز كوني جميله اما اختفي ما بشرفي على مسابقه انت الاحلى بلاتي لا لا ريتا اعطيني واحد المينوت الله يرحم والدي انت من لبنان من بيروت وهزين كامل وهادي وبقى انسه ها ما دوبك معلمين ما خطبوك جدار مديه ما طاحت عليك روح ما أه؟ والو بعدني لهلا ناطره النصيب والله يطلع عمل هالرجال والله امين اللي ما يشوفوش بحالات زينه يا رب العالمين الله ينعل هالتريك الله ينعل هالسلعه امين كثير مهضومين انتم مين انتم؟ انا سي عبد الله جارنا وهو الميكانيسيان وانا اسامه لاسيستان ديالك شرفنا اهلين اهلا وانت جابك عندنا هنا خاسره شي طوموبيل فوري لك شي كرو المغاربه راه في الدم عزيز علينا لبنان باش يتشد الله لا 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 انا هون كرمال النسوان اللي راح يشتركوا معنا بالمسابقه بس انه المسابقه مفتوحه لكل النسوان من كل الاعمار من كل الاشكال من كل الفئات يعني مفتوحه وهن النسوان تاع العماره شكون في النسوان فيهم شكون فيهم في عنا ريتا في رؤى وفي خلود ومي سمح لي تسمك لا انا ايه رزان سمح لي رزان راك تالفه هاد السميات ما عندناش في هاد العماره بالكل حنا ما سالفينش السي عبدون حنا راه الغلو كينغ غنبداوه من السميات دابا خدوج ولات هي خلود ورقيه رؤى وميمي مي وانا ريتا ريتا قالت لي انه نسوان البنايه عندكم كتير كتير حلوين بالعمى والله ما كاين اللي تحضر له وجه ما كاينش اللي من تهزي من اللقاه ياك السي عبد الله ودابا نقول لك خدوج خدوج خلود يعني وخلود بتكون اخته لا مش اخته دي مراته يا اختي مراته مدامته اه الله يبعث لك العمى بعيونك عيب الشوم عليك استحي الله يبعث لك عله يا عبد الله اللي ما يحب النسوان الله يبعث له عله لك الله 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 يبعث له عله يلا يا ربي جيب لي شي شاري يسلم عندي هاد البياسات انا كيجي معايا الكوميرس غير خاصني الزهر باش نفتح شي شركه الله يمر امبورت انا اكسبورت يا اهلا سي عيسى فؤاد سوا لاباس عليك مرحبا فؤاد فؤاد لا هو هذا هادي راه الباتول الباتول الخطيبه ديالي باتول وخطيبتك غيتا الا سكتي انت كلشي غيكون بخير زوين هادشي عندك لي زاكسيسوار ما عليهمش الباتول كي جاك هادشي زوين ياك عنده هادو مال البياسات اللي غادي نبيعهم كتبيعهم اه عرفتي انا راه كيحمقني واخا نشوف عفاك كلشي كلشي او باتول كنشوف هاد السلسلة كانت لبساتها نيفرتيتي ملي جاي يخطبها أخناتون أخناتون؟ وش من مسلسل تركي هذا؟ لا مصريا فراعينة آه أجي عندك المشوار ديال النور من مسحد المحامي كان محمد المريض لا ولكن كنت عندي واحد الخاتمة ديال عبد الحليم ملي جاي صرفاق شادية ولكن خسارة بيعتها ها بحال هذاك التاج اللي بعتي لماما ها ديال نزهه الركراكي فاش تزوجت بالبشير عبدو سي با فغي بشير عبدو ناري كتحمقني عنده هذيك الاغنيه ديال وانت دايز طلع علينا وانت دايز طلع علينا شفنا واش حنا لاباس طلع علينا وصويت عندك ولكن شوفي البشير عبدو انا كنعرفه مزيان الاغنيه المخيره اللي عنده هي هذيك اللي كيقول فيها يا شفشاوان يا المنارة يا الحبيبة ويا النوارة اشنو هذاك راه نعمان الحلو مش البشر عبدو كيتخالطوا ليا ما كيتشابوا في الوجه شي شويه نسيت الساك ديالي اختي مشي عند ريتا بالزربه ما تشوفيها ما طلعش
كيف؟ ميمي ميمي ريتا مالا ريتا مالا؟ انت ماشي شغلك في ريتا. اسمح لي بعدك ما بنتوش ليا. البتول خطبت فؤاد. مبروك عليك. شكرا. مبروك، مرحبا بك في داري. عيسى قب لهم اتاي وحط لهم شي حليوه ترحب بهم. كتشوفني خدامه ولا؟ ميمي غتمشي تشربي اتاي عند غيتا؟ حقا ما قلتش لكم، عرفتي كاينه واحد لبنانيه عند غيتا كتقلب على مغربيات زوينات باش دير لهم ريلوكينغ. عندها واحد البرنامج ديالها سميتو انت الاحلى. كان عارف هذا البرنامج، ما كنفلت حتى حلقه كنحمق عليه. واخا تكوني قرده كيردوك خدام. لبنانيه في هاد البارتما. يلا ما تعطلوش حقاش كاينه رقيه وكاينه خدوش كاين كلشي. يلا زربوا. سلامه. يلا سلامه. عرفتي غادي تستناو عليا. فين غادي بالسلامه خويا؟ غادي باغي نجيب واحد البياسات ديال اللبنانيه. اش من بياسات؟ وعندي البروك ديال فيروس، وعندي الدفار ديال صباح، وعندي لونتي ديال نانسي اجرام. نانسي اجرام ما عندك شي وقيته تعمر لنا شي اتاي؟ خذ راحتك، عرفتي داري هي دارك. انا جاي. بتول حبيبه تفضلي للطبيعه وتنشري بشي في الصحراء، انا غادي نعمر اتاي. فؤاد كبيده غادي نمشي نتنشر في شي صخره. اللي تقولي شكون هي غيتا؟ غيتا مع الشابو كي لا بلا شابو بلاش. اجي غير شوفي لي هاد الحاجب، هانت هذا طالع وهذا نازل بحال الشده. خلاص غيتا زدتي فيه، راه من الصباح زعما حنا كنتسناو. هذا طالع، هذا هابط، هذا طيح، هذا نايض، هذا مقد، هذا عوج، وراه بزاف. واش بغيتي تبدل لك الوجه؟ راه داكشي اللي عطى الله هو هذاك. خلاص انا ما فيني اشتغل اذا في عصافير عم توصل بدايتي. عصافير؟ هذوك راه طيرها بقرب. صوب صوب. شوفي انتيا راه ماشي زعما حيت جبتيها نقعدوا حنا اربعه السوايع. هلا تخلص منها بعدين دورك كاسيت رؤى وبعدين انت خلود رؤى. شوفي شوفي ملي كندير المرايه بحال هكا تيجيني نيفي طويل. ولا درتها هكا تجي جبهتي خارجه. غيتا ما تعيقيش، نيفك زوين، شتي غزاله، شتي زاز. انا دابا بدا كيهبط لي السكر. ايوا هادشي علاش غادي نمشي فحالي؟ نخليك على الله العروسه حتى نهارك سالي وعيطوا ليا. لا خليكي معنا الله يعطيك العافيه. العافيه هي اللي غادي تشعلي لما حيدت من هنا. على العافيه عندكم انتم هي بالصحه. ليش غنكون العافيه؟ لا يوريك، العافيه عندنا حنا هي النار. الا قلتي شي واحد الله يعطيك العافيه غادي يجاوبك ويقول لك الله يجعلها تشعل فيك. انا ما بقى افتح ولا تمي، راح سكروا. بعدين قلنا بعدين. الله يخلف المعلم. تا والله الا السيبات هما الفوق ناشطين وحنا جالسين هنا شايطين. ما نسيبوش عيب، احنا فوق السلكو بخير. اي فوق السلك تاع الذوق. غادي قلت لك عايز جوع مغديها بساندويتش. كل ما يجي تزرك انا الدلعه كي غدير. سي بوشعيب شي مسيكه؟ اش غادي نهضم بها الهضره؟ سي بوشعيب انت مالك وليتي منير في ديما؟ تاك برد برد على قلبك، شد شد شد. قول لي يا المعلم دابا اللي ربحت في المسابقه غتمشي للبنان ياك؟ غتمشي للسب ديال ولاد نما، عرفتي فين جا؟ راه معاك كيضحكوا عليا لا تولي. هادشي بصح، عرفتي شحال المغربيات شاركوا وربحوا؟ اي ربحوا نبق غادي يجيبوا كاس العالم. هني وريوسكم حتى وحده راه ما غادي تربح. وعلاش؟ حيت البرنامج سميتو انتي الاحلى ماشي انتي الاخيب. بانت لكم شي وحده محمره على الوجه. معلوم اختي ميمي ورقيه كي جات؟ ايوا خدوج انا نسيتوها. خدوج؟ هذيك المره الواحد يدوي عليها. هذيك واش هذاك صوت عدا ولا بوق ديال غدا من القيامه؟ راه ملي كتهضر وكتهي غدير مع الصباح المدرسه والدرب كله كحل الشراجم كيقول واش هذه رعده ولا زيد زاد ما عندناش فيه العيده. لا سي بوشعيب شوف عيالات راهم عيالات، راه احترم راسك. انا عاد انت مجوج بها كتحمر الوجه. هذيك دوكا المره دوك هذيك شي حاجه هذيك واش هي دوزت سبع ايام في فرنسا وش هي نو 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 بوشعيب داير لك حاله. شو اختي ميمي اختي ميمي باقي صغيره وغزاله، حسب لك بحال ديك الشوارف ديالكم. انا هي بخات الصغور دابا. هذيك مرا اختك ميمي رجليها دايرين كيس باكيتي. واش خبرك واش بدلوا لها السميه؟ ما سميتهاش ميمي، سميتها مي، ورقيه سميتها رؤى، وخدو سميتها خلود، وغيتا سميتها ريتا. وانا اللي عاجباني ومحمقان ومبرزطاني الدماغ ديالي ما دخلتش للمسابقه. ما دخلتش للمسابقه، داخلين كلشي داخلين المسابقه. عجبك خدوش؟ لا رقية. لا ميمي. لا ومين فيهم؟ رزان ومرزنا مع رزان. رزان قال لك
حلا رزان هي اللي كانت كطيب لي الدواز وتجيبوا لي يدوز لي في الكراج. خلاص ما بقى تعبيني اكثر من هيك، طالعه بتجنني. يلا قومي ما في وقت. نكست. الله يعطيك الصحه. واه خمسة السوايع راه اللي زين كيحطوا على الغشوي ديال الكحول كيولي ضوي. هذا راه الغلو كينغ خدوش، ولكن انت راه ما كتفهميش في هذا الشيء. خلاص بليز ما توسوسوا بدينتي، هلا في رؤى بعدين انت سي خلود. صافي ما تقلقيش، انا وقت ما ساليتي انا ما عندي ما يدار. وينو الشاي؟ ها هو تفضلي. تعبت. مرحبا. يسلمها اليدين. بالصحة والراحة. تسلمها الدم. شتي هضرتهم شحال حلوة. ماشي بحالنا حنا حرشين. انا ما هضرتنا حتى حنا، هضرتنا زينة ومقودة. مرحبا بك واستلف مرحبا. وإلا ما هزتك الأرض نهزك أنا فوق راسي. ها الحلوة هذه الحلوة. اوكي هذا كيقولوا ليه الفقاص، كيصاوبوا العيرات ملي كيكونوا فقوصات كيبرد عليهم الفقص. لا بالي هايدي. وهذه غريبه كيصاوبوها العيرات اللي كيمشوا عليهم رجالتهم كتحيد عليهم شويه الغربه. لا باليها كمان. وهذا كعب غزال. شو كعب غزال؟ كورن دو غازيل يعني؟ اي بالفرنساويه لي كورن دو غازيل، ولكن بالدارجه ديالنا الكعب رجلين. اوكي الفراقش الفراقش. الله يعطيكم العافيه. لا ميرسي. سوري. الله يعطيكم الصحه قصدي. في رؤى مشيت من هون هي وزعلانه، خايفين شوي عليها، بدي روح شوفها. لا 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 غير قلتي هي غادي تجي لعندك. والفشوش هذا ما عندي مشكله، بروح لعندها على بيتك بغير جو شوي. هيا جايه. هيا جاي. جايه؟ اه هيدي هي. تا اوكي تمام. شفتي؟ اوكي. انا كنت متاكده باللي رقيه ما غتفلتش هاد الغلوكينغ. انا غنفتح الباب. خلص بعدين ما في وقت. مزمزي لرزان. وي عندك الحق، غير سيري عند رؤى تبدل الجو هنا على غفلة. واو سوري بس انت كمان معهم بالبناية؟ لا انا بتول. اهلين. خطيبة ديالي. لا باقا كنفكر. هو عندك الحق، خدي وقتك كله وفكري على خاطرك. مرحبا رؤى موجودة؟ شكون شنو هي؟ رؤى. رؤى رقية اجي شي واحد باربي ما عاد راك تسول عليك ولا شنو. اهلا اهلا ست رزان. اهلا يا مرحبا. كيفك رؤى؟ اهلا وسهلا. اهلين اهلين. تفضلي. مرحبا ميرسي كثير. كنقدم لك مو ماغي بو شعيب. اهلين تشرفنا. بو شعيب سلم. خلاص معلش معلش. تفضلي. انت كثير محظوظه انه عندك رجل مثل بوش افندي. لا حاجه حاجه. انا اسمي بشعيب. شو ولا لا؟ انا الوالد ديالي الله يرحمه من اللي تزاديت انايا ذبح عليا الحولي باش يسميني بشعيب. شو هالصفه المليانه؟ انا بموت باكل مغربي. كيفي كيفي حبيبتي ما شفتي حاجه؟ باقي غادي نديرو لك ان شاء الله البسطيله وكسكسو والطنجيه والطاجين والمحنشه والحوت. روح خلينا نبلش لانه ما عندي وقت، بعد عندي خلود. في هيدي ضلني انسى اسمها. عمول معروف لازم تطلع من البيت. شنو هي؟ راح تبغى انت ديال غلوكينغ ولا بغى انت ديال غلوكينغ؟ راه ما خصك حتى شي راجل يديرونجيها. ايوا ماشي ايوا. انا ما غاديش نديرونجي، انا غادي نبقى جالس ساكت وكنشوف عينيا. ما فيك تبقى هون، عم تفهم علي؟ احنا غنولوا بالزياده دابا. ولينا سمعتي اش كتقول دابا؟ كطيع لي الفاصل تقول لك انا كنفهم عليها. ما فينا اشتغل بحضور رجال يا زلمه. ها ها احنا وصلنا لهضره دابا. ولينا كنتعايروا بدارنا يا بوشي بوشي. اش نقول لك؟ شوف معايا المسلسلات. راه انا قبل المسلسلات هي مالك كتقول لي زلمه؟ انت كتقول لي مسلسلات؟ دابا شو غير ما تخرجوا انتم ولا غادي ندخل نسد عليا بيت قرتي بهاد. والله لا تبارك الله عليك، الله يعطيك الصحه، طالعه بتجنني. بس في شغله ما عم بفهمها، كيف انت عايشه مع رجال هالقد متوحش؟ مش عيب. إيه؟ لا مو هيك متوحش، مش عيب ضري فراير فيه الغوات، مش عيب راجل حنين وقلبه كبير. لكن هو ما فهمك شيء ملي قلت ليه زلمي، سحب لي هو شي بعيوره شتيمه يعني. زلمي زلمي يعني رجال باللبناني مين ما بيعرفها؟ مش عيب ما بيعرفها، كون كان مش عيب كيتفرج معايا في مسلسل ديال الحب قبل الخبز، كان يحشمني معاك هكا. خلص ما تعصبي لانه طالعه بتجنني. بصح وحيد الله. رزان إيه؟ بغيت نطلبك واحد الطليبه. شو بغيتك ديري لي واحد الخاله هنا وتكون كبيره، علاش ملي كنت صغيره وانا كنحلم تكون عندي شي خاله واخا غير بالعاني. تكرم عينك. ها
هذه عقلة ولا كذبت؟ الوقت يشافني الله ملائكة الرحمن. قولي بعدا تبارك الله، قولي خميسة وخميس، لا تضربيني بالعين. والله لا تبارك الله عليك، هذوك اللي يدين عندك راك يديروا المعجزات. باش ترد رقية بحال هكا راه معجزة. كيفاش معجزة؟ على ما رقية كي كانت كتبان لك بوعي ولا بغطاط ولا تحت الليل. أنا رايحة لأنه أنت رحت باش توسوسوا، أنا ما عندي وقت أبدا. بعد عندي خلود وبعد خلود عندي هيدي بضلني أنسى اسمها. يلا باي باي. غيتا يوا دابا عاد عرفت علاش هذوك الممثلات ودوك المغنيات المشهورات كيبانوا زينات. معلوم اخي الخيبه على اختها. اش مسحب لك؟ هادوك راه ما كيوقفوا قدام الكاميرا حتى كيقادوا من داك الشرب. يا اختي يا غيتاش من اللباسات واش من ذهوبات واش من الماس اش منك يا مكياج ومشاطي عرفتي كيخليو عباد الله غير حله فما. دابا المشكله في الرجال، ملي كيشوفوا دوك العيالات بحال هكاك كيوليو يبانوا لهم عيالاتهم بحال بزاعات. كنت الله يهديك راه كاينين شي رجال الله يكون ليهم في العوان، عندهم شي عيالات الا شافتهم الغلم ما طرا. ايوا دابا بيني وبينك بحال ختوش ها اش نقولوا عليها؟ والو، لا فصاله لا زين لا لسان حلو، لا بوفغ كتبقى فيا الحقيقه. غادي غير تضيع لها وقتها الرزان، كون غير انسحبت بوجهها احمر. ودابا اش غادي نقولوا لها؟ غادي نقولوا لها في وجهها ختوش راكي ما زيناش، راه ما فيك ما يتشاف، راه ما جاتش. عندك الحق، خليها تفرح براسها شي شويه. معليش اهل الاهل، مرحبا مرحبا مرحبا. شكون هادشي عندنا؟ يا مرحبا عرفتي ما كنا. رقيه راه عندك الضياف، خليهم هنا قدام الباب. لا لا سيدي غير خلينا نتسناوها ياك اختي. اه سيدي هي جايه دابا. هو ممكن شيء ممكن شيء، بحالكم نتوما لكتو دخلتو للدار غادي نفرحوا غادي تضويو عليا الدار. عبتو رانا انا هو مول هاد العماره هادي. ايه عندنا الكراج تاعها، راه النهار البيض هو اللي دخلتو عندي دابا. تفضلوا تفضلوا. هذا راه نهار تحرير، ما تخبرتيش من قدامي. حصلتي يا ابو شعيب؟ واش هادي رقيه ولا كذبت؟ اوكي باتول قايدي ما تجمعيش عرك بحال هكا، جاك حسن. والله يا الباتول الا طلعتي عرفتي كي جيتي غنزل كتحمقي بالزين. في الحقيقه داك فؤاد والله الا عنده الذوق مسكين، راه غا الزهر اللي ما معاونوش. وراه بالعكس الزهر اللي عنده. قولي ما عنده قلب، ما عنده شخصيه، ما عنده رجله. بجوج بيكم غالطين، فؤاد ما عنده والو. يا العفيريته والله الا طلعتي عرفتي راه وليتي كتحمقي بالزين. غزالة يا العفيريته، عسناهان فيا ما وصافي. اسمعان علاش ما تقوليش نعيمه المشرقي ولا امينه رشيد ولا عزيزه جلال؟ الزين المغربي راه ما كاينش بحاله. ايه زوينات زوينات. حتى نتوما راكم زوينات وفنات وغزالات، واخا نهار ومطر نتوما تنفخوا في دوك القنانف وتجبدوا في دوك الحجبان وتصغروا في دوك النيوفه حتى وليتوا كلكم كتشابوا كلكم بحال بحال. بصراحه انا ما كرهتش ندير شي عمليه لعيني ونوسعهم شويه، كيجوني بحال صغيورين صغيورين. وقولي مسدودين مني كنتي غتزوجي فؤاد؟ لا 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 كانوا هانتي ما بقاوش. ها هاي عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضر الكلب وجد العصا. باللبناني منقول لما نحكي عنه للحلو بيحضر. سمعتي سمعتي الله يخليك لله، شكرا بارك الله فيك. شوفي يا سي غيتا، لالا غيتا، انا راه ماشي جاي لعندك عجاي، انا راه جاي باش ندي الخطيبه ديالي باش. واو لباتول شيري وليتي غزاله قمر، تبدلتي كاع. يلا يلا نمشيو باش نديك عند ماما تشوفك وتعرف عليك. يلا مشغوله. سمعتي قالت لك مشغوله. باتول خصنا نمشيو باش تعرف عليك ماما وتشوفك. فؤاد قلت لك ما مساليهاش مشغوله وانت كتشوف. عسي فؤاد وخلينا دابا، هذا راه مجمع ديال العيالات. سير سير عند الرجال راه مجمعين في الكراج. يلا سير عندهم. سير يلا مشي. ايوا سير. هاي خلصت، بعد عندي بس خلود. وانا شو انت؟ انت غتصوبي ليا؟ صافي نوبتي هادي، والله ما باقي نتحرك من هنا، عيط ما نصبر، الاخر مدخر ولا مقطوع المرخر. وهذه اللي جات ما نعرف منين جات، سبقتوها وانا من الصباح وانا كنتسنى وساكته وصابره، ولكن خلاص انا فهمت كل شيء. اشنو فهمتي؟ فهمت اللي فيه الفز كيقفز. ميمي الله يرضى عليك، تهدني شويه وتكلمي. انت هي اللي قلتي لها ما تصوبيش ليا ياك، وما بغيتينيش ندير معاك المسابقه، حقاش ما كتحملينيش يا غيثا؟ انا ميمي. انا قلت لك ما تصوبيش لها غلو كينغ. ما فيكي تشتركي بهالمسابقه،
انت عايش بهولندا وهي المسابقه للمغربيات اللي عايشين بالمغرب، انت عايش بهولندا، فاذا بدك روح اشتركي بهولندا. اوكي خلاص يا رزان، انا نروح لهولندا احسن من هنا. والله كون انا كنت في هولندا ما يقرا لي كده. شكرا يا ريتا، وشكرا يا غدوش، وشكرا يا الجديده، وجهد دكاله والعبده وما نعرف شنو اللي هادشي ساكي. يا امي يا بنت خمو يا نوشه معي عندك كفايه بيت اوت يا شاو. هانا شنو بغيتي؟ باتول ما بشتيش تحل الساعه، عرفتي الا تعطلنا ماما غادي يطير ليها وغادي تكع. وما شتينيش انا مشغوله؟ شوفي الا شفتك ماما بحال هكذا غادي تحماق عليك تجنن. واش انا درت هادشي كله باش يشوفني العالم ولا باش تشوفني امك؟ باتول ماشي ديالك هادي، الناس كيقولوا ماماك يمك الام ديالك. المهم انا ما غاديش نمشي معاك عند يمك. يمك كتعاير ياك؟ واخا فؤاد يا قلتي قسم شتك بقيتي ربع ساعه. لا 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 صافي دابا سالينا يلا باتول نمشيو. انا ما غاديش نمشي معاك حتى تبان النتيجه، ويلا كنتي مزروب السير عند يمك الا ساليت بكري نقدر نعيط لك. ما تعصبنيش صافي سمعتيها قالت لك غادي تبقى معانا. لا غتمشي معايا، جات معايا تمشي معايا يلا. واش بزز؟ لا بالخاطر. الا كان بالخاطر راه قالت لك بدل ساعه باخرى. ما فهمتكش والله ما فهمتك غير كيفاش تجوزتي بهذا الراجل، ثقيل على القلب وبزاف. كوش تيمو مو واخا انت زوينه وظريفه وقاريه والنيفو كي درتي تتلاقيتي معاه؟ كنت ديان دادري مهرسيني تصلحوا عند لوبتيسيان. كيف يبري ها؟ ماما ماما الو ماما احنا جايين في الطريق، جايين في الطوموبيل، شويه لومبوتياج زحام، زحام بزاف. شنو نكلاكسوني؟ واخا واخا ماما غندخل البون. لا 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 تونيل 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 تونيل. ماما ماما شتي انا اللي قلت لك هيا شتقات معيطه يلا مشي يلا. نو انت ما عمرك ما كتمشي بالخاطر ياك رقيه خداش. لا 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 غير صافي انا مشيت انا مشيت. يعني خلود انت صعبه صعبه كثير، ما في حدا بيقدر يقنعك بشي. انا كنعرف اللي كيجي معايا واللي ما كيجيش معايا. راه كتري راسك السي طرازان شتي هي اللي فراسها فراسها كديري داكشي اللي بغات. دابا هادشي جا معاك خدوش. ضحكوا 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 راه كاين اللي عزيز عليه يدير الضحك في راسو. انت راه كون شتي راسك في المايا راه ما غاديش تضحكي غاتبكي. خلاص خلاص صباقة صباقة. بس انا كثير مبسوطة فيكم عن جد، يعني رؤى والبتول وريتا طالعين بتجننوا. في رايك شكون اللي غادي يربح؟ اليوم انا اللي غادي نربح، راكم شفتوا بوشعيب على عينيكم، شافني وكاع ما عرفني، بقى غير حل فمو. لا رقيه وما تزيديشني فيه، واش غيخليوني انا اللي باقا صغيره وزوينه وغادي ياخذوك انت اللي معديه مع الزمان؟ ايوا تشيتك بنيتي غير نشوفكم اللي تولي قدي كيف غادي تكوني. بلا ما تصدعوا راسكم، راه ما كيختاروش غير على الزين، كيختاروا على الزين وعلى الخدمه وعلى الثقافه ولا كلاس. ايوا الا جات غير على الثقافه والقرايه راه حنا كملنا بالباك. انا بعثت صوركم كلكم للمركز وهلا بعد شوي رح يتلفنوا وهن بيقرروا مين رح تمثل المغرب. وهذاك لا شرقيه هاد الدرابو هذا ملي كنا في فرنسا كنا دائما كنعلقوه الفوق في الحفلات وفي الاعياد وفي الاعراس، ولكن ملي كنجيو لهنا كننساو. هذا لالا راه بيت نعلقو ملي نربح. ايوا هذاك لالا راه الا طلع راه مثل بينزل. هادشي نعمل لالا راه فكناك ليه هاد الدرابو هذا راه دائما للفوق. التليفون اوكي حاضرين يلا. الو ايه مرحبا هذا المركز. ايه نحن حاضرين، انتو اخترتوا مين راح تمثل المغرب؟ ايه عم بسمعك الو. ايه لا ما معقول بليز فيك ترجع تعيد؟ ايه او ماي جاد خلود خداش خلود فين كاع عبد الله فين كاع عبد الله فين كاع جي تشوف خدوش جي تشوف خدوش في نهار هاد كبير.